السلام عليك يا أمير المؤمنين، ما حال زينب هذه الليلة؟ ما حال أولاد علي عليه السلام؟ إذا راح الأب يعني الأمل راح، إذا راح الأب يعني الأمل راح، واصعب لحظة لو سمعت بنات علي خيمة، علي خيمة، وإذا طاح العمى الطاح، وعمود الدين ماخذ من صفات يتامى وحيدر بأحضان نرتاح، تروح اليوم لو راحت حياته. أبويا أبويا يرجع لداره، يا ربي رافع يديني، عسى الله يرد ابو الحسنين وتقرب ردته عيني. رفعت ايدي ورفعت الهم ونادي بالله يسمعني، طلع حيدر الى المسجد وطلع قدامك الحزن، صوايح صارت ببيته وكلام الغالي يفجعني، يقول الليلة مكتوبة واظن زينب تفقديني. رفعت ايدي بحق جدي بآلامه وعذاباته، بكتاب الله ووحي الله، بكل آية من آياته، بخديجة وبأبو طالب، ببيت الله وشعاراته. يا ربي حيدر الكرار تحفظ الليلة ويجيني. رفعت ايدي ترد روحي وعلي حيدر وهو روحي، يسليني ويحميني وتداوي بسمة جروحي. إذا حيدر رحل عني إجتني محنتي ونوحي، يا ربي تسمع الرجوة رفعت الدعوة بيديني. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره، فقبضك إليه باختياره وألزم أعداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه.
اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة عند نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فانزعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا وصي رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها
اللهم اجعلنا في مقامنا هذا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين في هذه الليلة. بحق أمير المؤمنين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آممته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم كن في هذه الساعة.